نبدأ كده مع بعض الأول ونعرف الناس فين كابتن أيمن مشاي دلوقتي بعد الكورة، عملت إيه ورحت فين؟ لا، بعد الكورة رحت لندن 5 سنين، وأول دراسة أخدها في الكورة خدتها من الاتحاد الإنجليزي ليفل 1. اشتغلت في الكورة وفي نادي تشيلسي ناشئين يعني، والله في التدريب التدريب البراعم يعني. ورجعت بعدين مسكت فرقة درجة أولى الزرقاء دمياط، وبعد كده في النادي بقى لي 4 سنين. مسكت فرقة 2002، وبعدين السنة دي مشرف على 2004 في الزمالك. في الزمالك. اوكي، فانت التدريب هو السكة خلاص بعد الاعتزال. طبعا هي اقرب حاجة اعتقد للعيب كورة، دايما بتيجي في الاولوية الاولى يعني. بحب الموضوع يعني، بحب التدريب يعني. كابتن حسام، بعد الاعتزال عملت ايه؟ اكيد نفس المجال، هو مجالنا واحد، وكرة القدم دي حاجة في الدم زي ما بيقولوا. الحمد لله بعد ما خلصت ونهيت على خير الحمد لله بفضل ربنا، تقدمت للدكتور محمود سعد في قطاع الناشئين. وبالصدفه كنت انا واحمد صالح جيلي برضو نفس التوقيت اللي رحنا فيه نادي الزمالك، مسكنا مع ناس محترمه جدا، كابتن مجدي سيد الله يرحمه، كابتن بدر حداد، كابتن نصر ابراهيم، كابتن سعد الجداي، مجموعه كبيره الحمد لله اشتغلنا معاهم وتعلمنا كتير قوي. وبعد كده اشتغلت، حاولت بقى ان انا اشوف الحته اللي بره شويه، عشان انا كان عندي هدف ان انا مش عايز افضل في الكارير بتاع الناشئين قوي. فكنت حابب ان انا اشتغل على حته الدرجه الاولى، مش بعلاقاتي ولا مصالحي، بشغلك انت يعني. فالحمد لله بفضل ربنا السنه اللي فاتت اشتغلت مع عبشوي درجه ثالثه، برضو كانوا الشغل الاولاني جايبين اسم واللعيبه تيجي تستقطب اللعيبه من عشان خاطر الاسم، وبعد كده بتمشي، لان برضو في العوامل الماديه والحاجات دي كلها وكانت بعيده شويه. وبعدين مسكت العياط في نص السيزون، والسنه دي معايا البطل الاولمبي درجه رابعه. عندي اول مباراه ان شاء الله باذن الله يوم الجمعه، بس كده يعني حصل موقف كده ان قالوا لنا النهارده من شويه ان المباراه بكره مش يوم الجمعه. والله كنت حابب ان انا يعني لو بعد ما نخلص المقدمه نتكلم فيها شويه. هنتكلم اكيد فضل. بس كابتن ايمن، انا عايز برضو نفتكر مع بعض كده ونفكر الناس، انت ابتديت مش في الزمالك، انت ابتديت اعتقد محلة. في بلديه المحل. لا، ابتديت زمالك ناشئين منتخب الاول خالص، بدات بالاس يعني، ماشي، نادي درجه اولى. على فكره نادي بالاس ده نادي لعب دوري ممتاز، ماشي. وبعدين رحت منتخب الاهليه، وبعدين منتخب مصر مع الله يرحمه كابتن حماده الشرقاوي، وبعدين رحت الزمالك، وبعدين رجعت تاني يعني، قعدت سنتين ما العبش كوره خالص عشان والدي كان مدير، قصه يعني مش عايز احكيها. وبعدين لعبت محله طبعا، ماشي. اول حاجه ليا درجه اولى محله لعبت وانا عندي 16 سنه. الغزل مش البلديه؟ الغزل طبعا. الغزل، اوكي. يعني انا لعبت الحمد لله في يعني اكبر الانديه في مصر يعني، الحمد لله. محله ومصري، وبعد كده رحت المصري. وتألقت في المصري والناس عرفتك في المصري كويس. لا، ناس عرفتني في محله طبعا. بس قصدي انه يعني ابتدت العروض تكبر بعد المصري كمان، لانه طبعا انا كان في زمالك قصه. ليا قصه، لان كان بيلعب مكاني كابتن شوقي غريب اللي هو خد البطوله، وكان معايا كابتن خالد عيد والشوره وكابتن زفتاوي وطه السيد وتوفيق صقر، واللعيبه كلها يعني كان لها اسامي عتاولة يعني. المحل دول كابتن مشائي، كابتن يعني، كنا ساعتها بنطلع تالت دوري عام على طول. ولعبت في وسط الجيل ده وعملت اسم كويس جدا، بدليل ان انا المصري اشتراني، كان اول مره يشتروا لعيب من المحله يعني، اول محله، لان انا ما رضيتش اتعين في شركه غزل المحله. حلو. لان كان عنده طموح ان انا انك تروح نادي ثاني، لان كنت بلعب منتخب عسكري وليا ابراهيم المصري صاحبي، واقول له ازاي المصري بجماهيريته دي كلها ما ياخدش بطوله يعني. واتحققت ثاني سنه على طول يعني، الحمد لله خدنا بطوله المصري، بطوله كاس مصر مع المصري. بالظبط. وبعد كده جيت الزمالك على طول. حلو. بعد بقى المصري رحت الزمالك، بس الفتره بتاعت الزمالك ما تالقتش زي في المصري. هقول لك، لانه مسكني مدرب كان كرول، كان بيعتمد على الناحيه البدنيه اكتر من المهاريه، وكان معايا في الوقت ده كان محمد صبري، وكان معايا احمد عبد الله، وكان معايا اسامه نبي، وكان معايا بس تالقت لان خدت 5 بطولات، خدت دوري عام، خدت بطوله كاس كاس افريقيا، خدت بطوله العربيه، خدت كاس مصر يعني. في بس قصدي على المستوى الشخصي، ايمن مشاي في المصري كان الناس عارفاه بانه، وحتى في الزمالك يعني، لان انا كنت بقعد على الدكه الناس بتنادي عليك برضه. فدي حاجه يعني الحمد لله يعني، الانديه اللي لعبت فيها كلها جماهيريه، وكانت على طول الجماهير بتحبني جدا. بعد الزمالك، بعد ما مشيت من الزمالك، بعد ما مشيت من الزمالك رحت البانيا مع الحاج سيد متولي، لعبت في نادي تيرانا زي النادي اللي هو اللي كان بيمتلكه هناك. الحاج سيد متولي الله يرحمه. وبعد كده رجعت معاه على المصري، وبعد كده جالي رباط صليب وسافرت لندن يعني، وقررت انك خلاص تبطل. بس لعبت في ستانز تاون في نادي في انجلترا،
ولعب ضد احمد فتحي لما راح شيفيلد يونايتد. والله ده هو ده نادي في الشامبيونشيب يعني تحت، هو نادي تحت بس كان في توامه بينه وبين شيفيلد يونايتد عاملين الاستاد والجيم والجيمنازيوم والحاجات دي كده، فلعبت لان كنت بحب الكوره طبعا. يعني كنت ما بلعب يقول لك ازاي ما تلعبش، فمش عايز تسيبها برضو لحد اخر لحظه. لغايه اخر لحظه سبتها عند 36 يعني الحمد لله. بس ده اعتقد سن كويس بالنسبه للعيبه. هو انا لو كنت فضلت في مصر كنت هلعب تاني بعد الرباط الصليبي. يعني انا بعد ما عملت رباط صليبي كنت هلعب تاني في المصري في المحله، لان يعني انا شايف ان الكوره بالنسبه لي كانت سهله لان انا يعني شويه بقدر اتحكم في رتم الماتش. يعني ان انت تباصي او تستلم كان سهل، دلوقتي الموضوع صعب عند لعيبه كتير قوي، بتاخد 20 مليون و30 مليون.